السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيلم جديد، فيلم انورمال. قبل ما نبداو خليكم تعرفوا على واحد الحاجه اللي غير تعجبكم بزاف. ابلايف رقم واحد في البث المباشر في العالم، وعدد المستخدمين ديالو اكثر من 300 مليون مستخدم، رقم اللي كبير بزاف. اذا كيفاش هاد الناس كاملين؟ علاش هاد التطبيق يعني عنده بزاف المميزات اللي كتخلي هاد الناس كاملين يدخلوا ليه؟ نتعرفوا على المميزات. الاولى، يمكن لك مع دخل التطبيق تفتح البث المباشر واخا ما يكون عندك حتى شي متابع. ابلاو. المهم خوتي خواتاتي، نبغيكم كاملين فاش يسالي الفيلم تخليو كومونتير تقولوا لي كيفاش جاكم، وما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو وكل شيء يتلشارجي ابلاي ونتلاقاو فيها. والتطبيق تستعمل في اكثر من 150 دوله، اي انك بامكانك تتعرف على بزاف ديال الناس من كاع بقاع العالم. وفي ابلايف بامكانك تصنع غرفه خاصه بك انت والاصدقاء ديالك، انت والعائله ديالك، انت ومن بغيتي. وكاين واحد الميزه سبيسيال، بامكانك تكون في بث مباشر انت وتسعود الاشخاص، اي انك تقدر تطلع مع لي زامي ديالك كاملين في دقه واحده في بث مباشر. شي حاجه اللي زوينه بزاف. وكاينه واحد الميزه اللي واعه واعه بزاف، وانا هي اكثر حاجه عجبتني، هي انك بامكانك تلعب وسط ابلايف. كاينين لعاب اللي بامكانك تلعب انت والاصدقاء ديالك، وبامكان ناس واحد اخرين يتفرجوا فيك. والرابط الابلايف بامكانك تلقاه في صندوق الوصف، بامكانك تيليشارجيها من الاب ستور او جوجل بلاي. واش باقي تتسنى وسير تيليشارجي ابلايف؟ يلا ابلايف. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز. اسمعوني يا دكا، الوالد الله يرحمه، من اليوم انا اللي غنولي حاكم في الدار، واللي غنقول لكم غديروا. وعرفتوا شي وحده فيكم زيكزاكي راسها قطعولا؟ فاهمين؟ فاهمين. المهم انا نمشي للخدمه دابا، نجي نلقى الدار مجموعه، الغدا طايب، كلشي هو هذاك. عاودني منكم. الو خويا ياسين. والبركه في راسك اخويا، من جيت الوالدة وما مشى معك بس اخويا، ما مشى معك بس، الله يعوض المحب شاف الصباوصه. وكي بقيتي انت بعدا شويه، واحد الخواتات لبس عليهم وشويه اخويا شويه. خليتهم في الدار انت هما اللي غيجمعوا يطيبوا الغدا، راك عارف ما بقى اللي يجمع الدار ولا يطيب الغدا الاول، ما بقيتش انا غادي للخدمه اخويا. ويلي على مخليهم بوحدهم. وبيني وبينك اخي انس، بان لي خصك تجيب لهم شي خدامه اللي تكون بهم وتقابلهم. خدامه؟ لا لا خويا ياسين، بلاش من الخدامه وما كف الكفايه. واش غنقول لك اخي انس، انت تعرف احسن مني. المهم اخي انا عندي واحد الشغيل دابا، الله يعاونك. يا لا خويا ياسين، الله يعاون الله يسهل عليك خويا. عشكم الله، جيب لي الحنجرة انت، جيبي تاكل في السم ان شاء الله. سلمي باشاك يدير. بغى الغدا بنين وانا بنولي. الله لمويا، الله
نتوما حمقتوني سطيتوني، ما تصلحوا الشقة ما تصلحوا الطياب، وكاين عندي لكم واحد الحل. اما هو جبت لكم خدامة. خدامة؟ اي خدامة. ايكم يا مرحبا بك. سلام. وعليكم السلام. مهم هادو ما خواتاتي اللي قلت لك. مرحبا فينا تبارك الله. خمسة وخميس. ما ديش عليها تضحك تضحك. لا ماشي مشكل ياخذوا راحتهم. دابا تشوفوا راحتكم. المهم انا مشيت، ديروا عقلكم وتهلاو فيها. احنا نتهلاو فيها من داك الشيء. وفينا مسخوط؟ وي اخويا العزيز. وقول لي الخدامه وصلات؟ وصلت اخويا ياسين. لا يخطيك، راه خليتانيش مع البنات وانا هبطت غادي للخدمه. وقول لي كي جاتك بعدا؟ ومزيانه مزيانه، ونتمنوا تقد على البنات ان شاء الله. واه حتى حنا داكشي اللي بغينا، المهم هو تكون مزيانه وتهلا ليا في راسك. يلا اخويا الله يعاون، الله يسهل عليك اخويا ياسين. يلا الله يعاونك. سخوط انا سين. دابا نخليها طيب ومشيها نشطب. دابا الوركة سلاح يوتيوب وكسير المياتي. أكرام أكرام مالك حبيبة؟ بغيت نسولك. سولي. عندك شي محبوب بالقلب؟ عندي وسميتو سيمو. علاش؟ عيط الله يجيك في العافية، راه ريحة الحاق. جنون اش كتخربقي؟ انا نوض نشوفها. شتي دابا غادي تشوفي عذراي. اميره واميره فيقي. انت هادي ميته ماشي نابسه. هاي على العلامة كتحفظو. ايوا مزيان الله يوفق. فين هي الخدامة؟ مي مشيتي وهي ناعسة. ناعسة؟ واش علاش مشات تخدم ولا مشات تنعس؟
وهانت تشوف صاحبي. أنا نمشي نشوفها. واش شوي فيا؟ شنو شنو؟ نوضي قاعد عليا، ندخلت عليا، نوضي، نوضي، ندخلت عليا. ما تفهميني أنت يا لوكدي، شنو تفهم؟ هكا وليدي ناشطين ليا مع راسكم، اسمعوني بغيت نهضر معاكم في واحد الموضوع. شنو هاد الموضوع؟ هاد الموضوع على لا هو انا باغي نتزوج. شنو هو؟ وسمعتي بنيتي الوليد كبر وقال لك باغي يتزوج، قلبك غير جواج. جمع غنتزوج باش هاد السيده تقابلني وتقابلكم نتوما، حيت عولت عليكم ساعة نتوما مكملين. عاود عاود أذكرتي؟ ليه ما قلت والو حقمون أنا؟ وهكا بديان. أنا نمشي نجيب لكم البنت تعرفوا عليها. مهم هذه البنت اللي قلت لكم عليها. مرحبا بها، كي جاتك؟ مكياج مكياج. ترحب بكم الجنة. نقولي ليا إنا طوموبيل تتعزبك، مرسيدس ولا بي ام؟ هما بجوجهم زوينين ولكن المرسيدس مريحة على البي ام. ناسي فاهموا في الحديد. وفاق يا خويا. كنت حشمي هذا خلي في نيكيشات. في نيكيشات؟ حل في نيكيشات. الو انا هابط من تحت، انا دابا هابط. سكينة انا بغيت ناخذ غير واحد السخان من عند واحد الدار ونطلع صافي. ردوا لي البال حبيبتي. واش تكوني انت الثالثه ولا الرابعه؟ اويلي على انس مزوج. على انت ما تتعرفيش سعاد ووفاء وغزلان. والله لا بصح انا هادشي ما كانش في خباري. واش تا حبيبتي هادو غير اللي مزوج بهم، اما اللي مصاحب معاهم راه بزاف. ولا اني هاد خوكم هذا واحد شلابي. وعرفتي حبيبتي راه الدار عندنا مسكونه، تا خويا مسكون. اصلا نتوما جنيات، هاد الدار ديال ربي سلامه فيها غير الجنون. طريق السلامه سدي معاك الباب. سكينة سكينة وين بلادي؟ باينه مسخنه ولا شي حاجه. جيتو؟ جابونا. جابوكم؟ انت ما كتحشميش، عندكم شي حفاضه ولا والو؟ ما عندناش. يلا خرجوا عليا. انا صافك خرجنا. هكا وليدي على خرجنا ودوك سلامتك. اوف اوف وشي صوت عليا ونوريك بوط عن شيا. يلا يعطيك ما عرفت شنو. جيب لها ماما الغدا وكتسنى وانا وانا ماما ميتة وانا قلت لها غير خرجني ما بغاش. اميرة ما قلت وحشت ماما. نهار مات بابا كانت ماما ديما كتحن فينا، ونهار ماتت ماما عاد حسينا بالوالدين. وعلاش انا ما مغنيش فيكم؟ اسمعش ما نتوما انت دارنا بحال خدامات، انت تخرجنا ما والو. شوفوا سمحوا لي بزاف انا كنتشاد منكم،
ومن اليوم غنتهلا فيكم اي حاجه تشوفوها غنديرها صافي. أميرة نعم خويا. هانت أنا وجدت لكم الفطورة وفوق الطبلة والدار راني جمعتها، والغدا حتى نكون جاية ونجيبو لكم معايا صافي. أنا نمشي للخدمة وفاش يفيق خواتاتك ردي ليهم البال. صافي خويا شكرا. زوكر خويا واش فيها فهاد الصباح؟ حنا كنشوفو بحال فيها هو على مولانا. اخويا كون الله يسهل عليك. الله يسهل عليك خويا، ربي يسهل عليك. انا ما جيتش عندك. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. اه داك الشيء اللي عندك. الله يسهل عليك. شكرا. حيدير البسطام، حيدير البسطام خويا. المافيوزي راه جاي عافو، ما تحشمو عارفين مين هادي. وسكتنا نتوما هنا. واش هذاك الدرق واش جاي قدامي؟ دابا هي اللي ولا هي الله يعمي عليكم صيد الحومة. اخر مرة تبقاو تهضروا مع الخوادري ولا غادي نرونوها. واش تزيد قدامي؟ انا غادي. الو بيبي، وربي ماشي بغيتش نجاوبك في يميني. ودابا الصباح كنت غادي خارج نسخن وما يتعرضوا لواحد جوج شفار شديتهم وشمشمتهم عبك عصب اول شي ما ندير فيها. وعاوتاني دابا درت ليا موضوع الزواج ومتعصبينيش. دابا انا ماشي ما بغيت نتزوجك، دابا بغيت غا هو خفت عليك على المسكيبين اللي في القشله. المهم مانيش خايف عليك انايا. سمعني سمعني، الله يرحم بيه الوالدين. انا نمشي نبدل ونمشي للخدمه وديك الساعة ندوي نويك بيني وبينك صافي. يلا باي باي. يا ربي ما يكونوا سمعوني يا ربي. حرام علينا. ها اويلي عليك.